احنا اليوم بصدد يعني نشوف اللمسات الأخيرة لاستلام هذا الصرح الجديد والقيم في بلدية سرايدي، اللي هو كما تفضلت وقلت باللي انه هذه الثانوية كانت منتظرة يعني منذ سنوات، لانه انا وتلاميذنا اولاد البلدية بالتنقل الى عنابة مركز، خاصة انهم متمدرسين في ثانوية طاهر علي والحافلات تنقلهم يعني يوميا صباحا ومساء. هذا ثقل كبير على الاولياء وكذلك على السلطات المحلية هنا ببلدية سرايدي. الثانوية إلى غاية يوم ابتداء بيوم 21 تستقبل 280 تلميذ، هذا كامل راه متمدرسين في ثانوية طاهر علي بعنابة. هنا الجديد يعني الاكسكلوزيف هنا سكو هذا التلاميذ مش راح نفتحها غير بالطور بالسنة الأولى، انما راح تكون فيها سنه اولى وثانيه وثالثه بمختلف الشعب الا الشعب التقنيه، لانها لا تحتوي على ورشات او مخابر لهذا الغرض. تعرفوا بلي راهي ثانويه ببلدية سرايدي يعني عمل مشروع مهم بزاف. قد يستغرب البعض لماذا هذا البلديه بحجم سرايدي توخرت فيها ما كانش فيها ثانويه الى غايه سنه 2022. حبيت نقدم توضيحات ان الاشكال تاع التاخر تاع انجاز ثانويه بهذه البلديه المعروفه السياحيه هو اشكال كان تاع الارضيه. رانا لقينا بذلنا مجهودات كبيره باش وجدنا ارضيه صالحه، حتى لجينا الى تهديم بعض الهونغار.